بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بنحوه وعلى صحبه أجمعين. رحمه الله فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ألفاظ كناية لا يقع بها الطلاق ولو نوى به الطلاق، وإنما يقع بها أمر آخر، وألفاظ أيضا، ويذكر ألفاظا أيضا تشمل الطلاق وتشمل غير الطلاق بالنية، ويذكر ألفاظا هي لغو ليست بطلاق. قال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. ذكر هنا لفظتين اثنتين، كناية في الطلاق لكن لا يقع بها الطلاق حتى ولو نوى الطلاق، لأن اللفظ فيها أظهر لغير الطلاق. فإذا قال ذلك قال: وإن قال أنت علي حرام، يعني أنت محرم علي، فعلى قول مصنف هذه اللفظة لفظة ظهار ولو كان ينوي بها الطلاق، فإن قالها يلزمه كفارة ظهار قبل أن يطأ زوجته كما سيأتي إن شاء الله في باب الظهار. وذهب شيخ الإسلام والجمهور إلى أن هذه اللفظة لفظة يمين وليست بظهار كما قال المصنف رحمه الله، وإلى هذا أيضا ذهب ابن القيم رحمه الله، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فهنا حرم ما أحل الله، فذكر الله عز وجل تكفير ذلك بقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله عز وجل تحليل الحرام أو كذلك تحريم الحلال يمين، تحل بكفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالصحيح لو قال الشخص لزوجته: أنت علي حرام، فإنه وهو ينوي الطلاق نقول هذه تلزمها كفارة يمين، لأنك حرمت شيئا أباحه الله لك، والأمر المحرم لا ينعقد به شيئا سوى يكفر عن هذا اللفظ الذي هو منكر وزور. قال: أو كظهر أمي، يعني لو قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي ونحو ذلك مما حرمه الله عز وجل عليه، فإن هذا يقع ظهارا ولو نوى به الطلاق. فإذا قيل هذه كناية للطلاق، لماذا لا يقع بها الطلاق؟ نقول: لأن لفظ الظهار فيها أصرح وأقوى، فكان ظهارا. لذلك الله يقول: والذين يظاهرون من نسائهم، فمن ظاهر كان ظهارا. لذلك قال: أو كظهر أمي فهو ظهار، يعني اللفظة الثانية على الصحيح كما قال المصنف ظهار. قال: ولو نوى به الطلاق، يعني ولو نوى باللفظتين السابقتين على قول المصنف طلاقا فهي ظهار. قال: وكذلك ما أحل الله لي، يعني وهذه اللفظة أيضا كناية عن الطلاق يترتب عليها حكمان اثنان: الحكم الأول أنها ظهار، والحكم الثاني إن نوى بها طلاقا يقع طلاقا. فإذا قيل: كم طلقة تعتبر؟
إذا قال ما أحل الله علي فهو حرام، نقول كما قال المصنف. فإذا قال أعني به الطلاق، يعني بالألف واللام الطلاق، طلقت ثلاثا، يعني إذا قال ما أحل الله علي فهو حرام، أعني به الطلاق يعني عموم الطلاق، فالألف واللام للاستغراق، فيشمل ثلاث طلقات على قول المصنف. وإذا قال أعني به طلاقا ليس عاما، قال فواحدة، تقع طلقة واحدة، يعني على قول المصنف إذا قال الزوج لزوجته أنت علي، أما إذا قال الزوج لزوجته ما أحل الله لي فهو حرام، على قول المصنف ظهار، ويقع به الطلاق أيضا. فإذا قال أعني به الطلاق يعني جميع الطلاق، جميع الطلقات تطلق ثلاثا، وإذا قال أعني به طلاقا مطلقا تقع طلقة واحدة. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن هذه اللفظة لفظة يمين، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن قيم، فيكفر كفارة يمين إذا لم ينوي بها طلاقا. بل قال شيخ الإسلام ابن قيم حتى لو نوى بها طلاقا لا يقع الطلاق، لأن هذا حرم عليه شيئا أباحه الله له، وهذا محرم. الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومنه يعني من الألفاظ المحرمة التي قد يتلفظ بها بعض الناس أن يقول حرمت أني ما أزور فلان أو ما أكلم فلانا، قل هذا لا يجوز، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. الله يقول لما تحرم ما حل الله لك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. طيب عبد الرحمن الفريح، لو قال شخص علي الطلاق أفعل كذا وكذا، وين على أي الكلمات الثلاث تنطبق من درس اليوم؟ هل هي مثل أنت علي حرام، ولك ظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام؟ ها؟ لا، لفظة مستقلة على قول المصنف يأتي إن شاء الله أنها طلقة، وعلى قول الشيخ الإسلام أنها طلقة، أنها أنها يمين إذا كان يقصد الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد كما سيأتي، يعني لفظة غير مستقلة، لذلك ما ذكرناها لأنها ستأتي. طيب حمزة، علي الحرام أني ما أفعل كذا، من أي الألفاظ الثلاثة؟ ها؟ يعني هي مثل أنت علي حرام تدخل فيها، ولك ظهر أمي، أو ما حل الله علي فهو حرام، ها؟ زي ايش؟ ايش تقول براء؟ ايه، لو شخص جلس مع زوجته وقال علي الحرام تصبين شاهي، وين من الألفاظ الثلاثة؟
ما أحل الله علي حرام، بس قال أن والطلاق هنا، وقال لا علي الحرام تصب من شاهي. نعم شمراني، ها ما حل الله عليه فهو حرام، وشخص قال علي الحرام نفس الحكم؟ ها ايوه نفس الحكم، نفس اللفظة. يعني لو شخص قال لزوجته علي الحرام قال أنوي به الطلاق على قول مصنف ثلاث، ولو قال أعني به طلاقا يقول وحده، وعلى قول جمهور يمين. تمام. طيب يا سليمان، لو شخص قال لزوجته، لو شخص هو لو مثلا قال لك اركب السيارة، قال لما يبراكب قال علي الطلاق تركب، علي الطلاق ثلاثة تركب، وين من الأنواع الثلاثة؟ أيوه ها ما هي من الثلاثة، لفظة مستقلة تأتي. أيوه الخميس والجمعة ما في درس، السبت إن شاء الله. طيب يا سعود، يقول لفظت عليه الحرام البعض، هل يفهم منها أن يوجب على نفسه الحرام؟ يعني هل معناها علي الحرام يعني سأفعل الحرام، وإيش معناها؟ ايش معنى العبارة، فككها، عبارة علي الحرام ايش معناها يعني؟ لا علي فعل الحرام لا. نعم يا لا ابراهيم لا. نعم يا ايوه علي الحرام يعني الحلال اصبح علي حرام، ايوه يعني كأنه هو المشرع صار والله اباحنا. لذلك قال ابن القيم هذا منكر وزور، وشيخ الإسلام قال ما عليه كفارة في هذا الإثم. يقول قد تشيع اللفظة عليه الحرام بين الكثير من العامة، فماذا لو قالها لغير زوجته، فما الحكم في ذلك؟ مثل ما قال عليه الحرام لغير زوجته كفارة يمين. نعم. طيب بسألك، يقول إذا قال لزوجتي علي الحرام تفعلين كذا ولم ينوي طلاقا فماذا عليه؟ ها؟ نعم. نعم يا عبد الإله، ما نوى الطلاق، قال لزوجته علي الحرام، ها هالعبارة وينها من الثلاث العبارات؟ ها أنت علي حرام، وقال زوجته علي الحرام، وش يكون؟ لو سألك واحد قال اني قلت لزوجتي انت علي حرام او علي الحرام، قال لزوجته انت علي الحرام، وش عليه؟ نعم ها نعم. اذا ما نوى الطلاق وش يكون؟ نعم على قول مصنف ظهار، إذا نوى به إذا نوى به الطلاق كذا. طيب إذا ما نوى الطلاق على قول مصنف، ها ها نايف
لا حمزة شو تقول؟ لو جو اثنين يسألوك، واحد قال أنا قلت لزوجتي أنت علي الحرام وما نويت الطلاق، وقال الثاني أنا قلت لزوجتي أنت علي حرام ونويت الطلاق، شو تقول؟ أعطني الأول، أنت علي حرام ونويت الطلاق، شو يقع؟ يقع طهار. طيب البراء هشام، ويقال أنت علي الطلاق وما نوى الطلاق؟ لا سامي، ها كلاهما ظهار، سواء نوى طلاق ولا ما نوى. على قول مصنف لو سمعت شخص يقول أنت علي حرام يسألك، على قول مصنف ظهار، ما تسأله وش ناوي، وعلى مذهب الجمهور تسأله تقول أنت ناوي طلاق ولا غير طلاق. إذا قال ناوي الطلاق يقول ما يقع الطلاق، لو قال ناوي ما يقع، وإذا قال ما نويت الطلاق ما يقع. نعم. يقول ما الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة في درس اليوم بين الكناية الخفيفة؟ إذا قال أخرجي فهو صريح في الخروج، فهي كناية معنية الطلاق يقع، وإذا قال أنت علي حرام فهو صريح في الظهار كناية في الطلاق يقع معنيته له. لا قال مصنف ما يقع، لو قال أنت علي حرام ما يقع الطلاق لأن في الظهار أظهر. يقول أما تدخل قول علي الحرام صبي للشاهي في قول مصنف أنت علي الحرام؟ لا، علي الحرام يقصد الشاهي، إذا كان يقصد الشاهي نتكلم عن الشاهي ما نقصد الزوجة. طيب عاصم خباب يقول لو قال شخص علي الطلاق يا فلان تتعشى عندنا، فما الحكم؟ ولقى الطلاق إذا كان غير متزوج وش تقول؟ لو غير متزوج ها ما يقع لغو. طيب وكم متزوج؟ الله شمران. أيوه لا هذه ما هي درس اليوم، على قول مصنف يقع بس ما هي درس اليوم. أيوه صح، وعلى قول شيخ الإسلام إذا كان يقصد الحث والمنع يمين، وإذا كان ما يقصد الحث والمنع والمين والطلاق طلاق. أيوه المقصود الإنسان لا يتساهل بالطلاق.